النهاردة هنعمل أحلى عشورة. أكلاتي هتقدم لكم طريقة عمل العشورة. كل سنة وانتم طيبين ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة موسم عشورة النهاردة هنعمل عشورة اطباق، في الاطباق كده معانا نص كيلو غلة، معانا كيلو ونص لبن، كوباية ونص سكر، ثلاث معالق نشا فانيليا، حبيتين مستكة عشان المستكة بتديلها طعم حلو. يلا بينا نحطها تتسلق. مية مغلية هي، نحط فيها الغلة ونسيبها بقى لما تستوى. يلا استوت اهيت، نعمل اللبن بقى والنشا ونحطها عليه. يلا نشوفه. يلا حبيبي نحط اللبن. نضيف عليه السكر. بكون الفانيليا. وحبة المستكة. المستكة دي بقى بتديلها طعم حلو قوي قوي بقى. نضيف عليها النشا. لو احتاجنا نشا نحط تاني. نقلب كويس لحد ما النشا يدوب. النشا دايب اهوت بالسكر. يلا نحطه بقى على الغلة. نضيف اللبن حبة حبة كده ونقلب. لو احتاجنا نشا، احتاجنا سكر نحط. نفضل نقلب كده عشان ما يلزقش في القعر. ندوب السكر كويس. ويتماسك بقى ونصبه في الأطباق. العشورة استوت اهيت. هتعجبكوا خالص. وعايزة ارائكوا بقى وقولوا لي عجبتكوا ولا لا. نزينها بقى، اللي عايز يزينها يزينها، اللي مش عايز بقى هو حر. دي حرية برضو، في ناس بتحبها وفي ناس ما بتحبش كده.
كل سنة وانتم طيبين وبالهنا والشفاء.